طيب انا نتكلم على الموديفايد ديوريشن. احنا قلنا تمام عندنا نوعين من الديوريشن, في شيء اسمه موديفاي ديوريشن, النوع الثاني او النوع هذا يسمى موديفاي ديوريشن دي, وطبعا رمز دي عند الاي واحد, هذا يقيس لي حساسية سعر السند للتغيرات في معدل الفائدة. يعني هذا تمام الصيغة هذه تستخدم في حساب معدل التغير في السند بالنسبة للتغير في معدل الفائدة, بتقول لك ايش بالسنوات. يعني حيكون لاحظ معايا سالب مشتقة البي, يعني بي داش اي على بي اي. اوكي طيب هذا يقاس بالسنوات. لاحظ معايا البي اي سعر السند عند معدل الفائدة, والبي داش اي مشتق المشتق الاول لسعر السند بالنسبة لمعدل الفائدة. طيب ليه في السالب ده؟ العلاقة السلبية لانه كل ما تزيد معدل الفائدة عادة ما يؤدي الى انخفاض سعر السند. اوكي طيب التناسب في القانون ده ايش يعطيني؟ يديني فكرة عن مدى حساسية السعر تبع السند. كل ما كانت القيمة اكبر كل ما كانت سندك الحساسية. اوكي طيب هذا اول شيء قانون حفظ. القانون الثاني هنا لو انا عندي ام من الديوريشن, يعني مثلا نص سنوي ربع سنه وهكذا, فيكون عندي موديفايد ديوريشن طبعا العلاقه التاليه هذه. هذا اذا كان عندي المعدل الفائده محول ام من السنوات. اوكي مثلا مرتين في السنه وهكذا. طيب لو كان عندي الام هذا يتجمع عدد من المرات في السنه فاستخدم القانون هذا. طيب هنا في شيء اسمه الماكولي ديوريشن, يعطيك اياه في السؤال كده كرمز دي اي الى ما لا نهايه كده اي وما. ايش معنى الرمز هذا؟ اول شيء شو هو الماكولي ديوريشن؟ هو مقياس يشير الى مده السندات التي تمتد الى الابد, عشان كده حاطين ما لا نهايه او لفتره زمنيه غير محدده, بمعنى ما في تاريخ استحقاق مكتوب في ايش في السند هذا. قلت لك هو مقياس يستخدم لتحديد الوقت المتوسط الذي يستغرقه المستثمر لاسترداد استثماره في السنوات. طيب ما عليك من الكلام ده, القانون هذا هو عبارة عن هذا. كيف نفك الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا عندي سي واحد وسي تي وسي تي ثلاثة, هو ايش؟ تدفقات نقدية. طيب كيف نفكه؟ بالطريقة التالية, شوفوا حيكون عندك سي واحد في واحد زائد اي وسالب واحد مضروب في واحد, بعدين زائد سي 2 مضروب في 1 زائد اي وسالب 2 مضروب في 2, زائد سي 3 مضروب في 1 زائد اي وسالب 3 مضروب في 3, زائدا مثلا عندي كمان مثلا تدفق رابع سي 4 في 1 زائد وسالب 4 مضروب في 4. المقام حيكون هذا المقام. كيف نفك البي اي؟ حيكون كالتالي سي 1 في 1 زائد اي وسالب 1 زائد سي 2 في 1 زائد اي وسالب 2 زائد سي 3 في 1 زائد اي وسالب 3 وهكذا. واضح؟ كده افك انا القانون. طيب تعال ناخذ مثال. هنا فقط تعريف الماكولاي ديوريشن, وكالعادة متوسط مرجح الأوقات, المتوسط المرجح الأوقات اللي يصير فيها تدفقات نقدية, فقط تعريف احفظوه. طيب مثال هنا, المثال خلينا أكتبه بشكل أوضح. السؤال كالتالي, تطبيق على الماكولاي ديوريشن, قال لي what is الماكيولاي ديوريشن of a 3-year 8% annual coupon rate coupon bond with okay $1 او خلاص حتى كتبه مكتوب سوري مو $1 شو $1 سوري with ايش بنا كاتب with 1000 اعتذر $1000 face value and
yield to majority, yield to majority 8%. اوكي هذا المطلوب. هذا المطلوب. اوكي طيب، اول شيء المعطيات اعطاني الجيفن الاف اذا نحل هذا الاسود انسر الفيس فاليو اعطاني اياه كم؟ 1000 دولار. والكوبون ريت كم؟ 8%. اوكي طيب، اول شيء احسب الانوال كوبون ريت اللي هو الاف في الار، او خلينا نوريكم الحل هنا. لاحظوا شوفوا، طبعا السنوات 3، طبعا 8% هذه اللي يجي مع البوند هذا يسمى الفا، وكوبون ريت يسمى او كوبون بوند او الريت اللي يجي مع البوند، مو مهم عشان تطلعوا الفا 8%. والار برضو دام ما ذكر اي حاجه على الام فيكون هو نفس الالفا، لانه انا اقسم الفا على ام لاعتبرها سنه واحده ما هي مقسمه، فيكون الفا على نفسها على واحد، يعني يطلع 8%. هذا الالفا والار. طيب الفيس فاليو لاحظ معايا هنا 1000، كمان في ما كملت السؤال هنا، في قال لي ايضا مبلغ استرداد الريديمشن اماونت اللي هو السي يساوي 1000 دولار. طيب والكوبون، اول شيء بجيب الكوبون بيمنت زي ما نعرف اللي هو تمام اللي هو المدفوعات على الكوبون، هذه الاماونت حقه عباره عن اف في الار اخذناه في قانون، اضرب الالف اوكي في الار هي 8% طلعتها ب80. طيب انا اجي اطبق القانون، هو يبغى ايش؟ الاماكي والديوريشن هذا كيف اطبقه؟ لاحظ معايا طبعا السي 1 والسي 2، لاحظوا معايا السي 1 والسي 2 كيف طلعتها؟ اضرب، قلنا اضرب الاف في الار، اف في الار حلو 80 80. طيب باقي الان في السنه الاخيره، في سنه الاسترداد هذه انت ما بس ما حتجيب تجيب تضرب الاف، راح تضيف عليه ايش كمان؟ النسبه، لان انا برجع، لاحظ معايا انا برجع المبلغ كامل اوكي. ففي اخر سنه في مبلغ الاسترداد حيكون عندك 1000، لاحظ معايا 1000 اوكي زائدا 8%. كيف يعني؟ هو المبلغ 1000 صح؟ انا اضرب 1000 في 8% حيطلع 80. ازود عليه الاخر شيء مبلغ الاسترداد، ليه؟ لانه في اخر سنه لازم ارد المبلغ كامل اللي هو مع الفائده، فهمتوا كيف؟ فعشان كده اخذوا معايا، انا طبقت القانون، اول شيء بجيب البي عند 5% هذا اللي في المقام، حيكون عندي سي 1 تطبيق مباشر، سي 1 في 1 زائد اي وسالب 1 زائد سي 2 في 1 زائد اي وسالب 2 زائد سي 3. هنا السي 3 هذه يا جماعة الخير حتكون 1080، شايفين؟ في ايش؟ 1 زائد اي اللي هي 5%، طلع معك كم هذا الرقم؟ هذا نحط في المقام، حلو؟ حط في المقام. في البسط حاجة أطبق العلاقة هذه، لاحظوا معايا مباشرة سي 1 في 1 زائد اي وسالب 1 في 1، سي 2 في 1 زائد اي وسالب 2 في 2، زائد سي 3 في 1 زائد اي وسالب 3 في 3، واضح؟ هو هذا التي التي سنة الأولى سنة الثانية وسنة الثالثة، حلو؟ طب قلنا سي 1 وسي 2 هي 80 في ايش؟ في 1000 الاف في الار، تمام؟ أما آخر 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 سنة حيكون المبلغ اللي هو ال 1000 زائد 8% على 1000، أنا برد مبلغ كامل، حلو؟ عشان كذا 1080، طبق مباشرة في القانون طبعا حطه مع هذا الرقم، عدد السنوات 2.79 years، اوكي؟ واضح كيف عوضنا؟ تطبيق مباشر في القانون. طيب، مو معاكم، محذوف،
محذوف محذوف كله محذوف هنا. نجي هنا خلينا نوقف هنا. الفيديو القادم مشرح ايش الكونفيكسيتي واخر جزئيه من هذا الشابتر.